يمكن من الصناعات والنشاطات اللي أصبحت قرينة عيد الأضحى المبارك موضوع ونشاط دباغة الدلوك الجلوت. وبالمناسبة بلدنا واحدة من أقدم الدول في العالم اللي تعرفت على صنعة ومهنة دباغة الجلوت. احنا تقريبا حسب بيانات رسمية للدولة المصرية بننتج سنويا قرابة 7 مليون جلد. 7 مليون جلد بيتم دباغته وتحويله لجلد طبيعي بيستخدم في أفخر أنواع الجلود، وبيتم تصدير حوالي 80% من إنتاج البلد. أيضا 15% من حصيلة هذه الصناعة على مدار العام بترصد فقط خلال الثلاث أربع أيام بتوع عيد الأضحى المبارك. يعني صناعة دباغة الجلود بتقف أو بتعتمد بنسبة 15% على موسم العيد، عيد الأضحى المبارك. لك أن تتخيل أيضا إن بلدنا بتعمل في دباغة الجلود بقالها أكتر من 1000 سنة. أول من عارف دباغة الجلود وتحويل الجلود من مواد أولية لمواد مصنعة كان المصري القديم. أول من لبس الجلود الملونة، أول من حولها لأحذية لأمتعة كان المصري القديم. يعني إحنا عندنا باع، يعني تقدر تتكلم من هنا لبكرة قد إيه بلدنا متقدمة في عملية دباغة الجلود. ولذلك بيأتي مجال أو قطاع دباغة الجلود رقم 5 على مستوى الجمهورية من حيث عدد العاملين. عندنا قرابة 270 ألف عامل مباشر في عمليات دباغة الجلود. 200 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بتعتمد على عملية دباغة الجلود، أو 200 ألف مدبغة و17 ألف منشأة. ده إجمالي هذا البزنس أو هذا القطاع الضخم اللي اسمه دباغة الجلود. للأسف مع زيادة الأسعار وقلة عدد الأضاحي اللي اتذبحت السنة دي ونقصت بنسبة 60%، هذا القطاع أصبح على وشك الانهيار. منافسة على جلود الأضاحي في مصر. ليه؟ بسبب قلة المعروض وعدم جودة المعروض، فأصبح منافسة. الناس اللي كانت بتنتظر من 7 مليون جلد في العام حوالي 750 أو حوالي 650 ألف جلد إلى مليون جلد في موسم الأضاحي، هذا العام لم يحصلوا إلا على حوالي 45 أو 450 ألف جلد. فطبيعي تلاقي الأسعار ترتفع بنسبة 200%، لأن المعروض قل بنسبة 60%. فوصل سعر الجلد السنة دي ما بين 500 ل 700 جنيه. ده له ما بعده، وده هيلقي بظلاله على 270 ألف عامل مباشر في قطاع دباغة الجلود، هيؤدي لأزمة اقتصادية لدى أكتر من 200 ألف مدبغة موجودة في البلد. هذا لدى حوالي 17 ألف منشأة شغالة في قطاع دباغة الجلود. وبالمناسبة احنا بنصدر دباغة جلود أو بنصدر جلود مدبوغة بحوالي 200 مليون دولار مصري. قبل كم سنة قالوا لنا احنا بنطمح للوصول لمليار دولار، لكن للأسف بدأنا نتراجع خلال الكام سنة اللي فاتت. 2019 صدرنا ب 200 مليون، 2021 صدرنا ب 170 مليون، السنة دي بنصدر بحوالي 137 مليون دولار فقط. ده لأن القطاع بيتراجع ويعود للخلف. أزمة في صناعة الجلود في البلد، وخبراء بيقولوا عندنا ثروة قومية ويجب الاعتماد على المحلي ووقف الاستيراد. الحكومة بقى، الجماعة المسؤولين في البلد، بدل ما يهتموا بالمدابغ المصرية، عندنا شوارع كاملة في القاهرة القديمة بتشتغل في الدباغة. عندنا أيضا أماكن كاملة في اسكندرية، لا سيما في غرب اسكندرية، أيضا بتعتمد على دباغة الجلود. عندنا مدينة جديدة عملها السيسي اسمها مدينة الروبيكي، صرف عليها 7 مليار و 200 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من قطاع الجلود، لكن النتيجة توصيات حكومية لإنقاذ انهيار صناعة الجلود. أبرزها قال لك الرش الوقائي للحيوان. يا بيه، صناعة الجلود بتقوم بشكل أساسي ورئيسي على المية، وانت عملت مدينة دباغة جلود جديدة ولم توفر المياه. يا بيه، دباغة الجلود بتحتاج لملح من نوع خاص، نقل من نوع خاص، كهرباء مستمرة، انت لم توفر كل هذا، فضلا عن قلة الحيوان المذبوح او المضحى به في العيد. فدلوقتي أزمة في قطاع الجلود، وأزمة بيواجهها واحدة من الصناعات المحلية اللي احنا بنمتاز ونعتبر واحدة من
10 دول على مستوى العالم بتنفرد بهذه الصناعة، صناعة الجلود أو دباغة الجلود. رئيس شعبة صناعة أو دباغة الجلود، مصر بتعاني من ضعف القوة الشرائية للمستهلكين. فحتى الجلود المدبوغة في بلدنا لا تباع محليا، فالحل الوحيد انها بيتم تصديرها المصنع محليا دون القيمة. فالكل بيضطر دلوقتي يصدر الجلود نص مصنعة نص مصنعة، فبقى عندنا بنصدر الجلد نص مصنع ونستورده تاني من دولة زي الصين، فالمنتج الصيني يضع صناعة الجلود المصرية في أزمة. لك أن تتخيل لما تبقى بلدنا واحدة من أهم الدول في العالم في دباغة الجلود، ورغم كده واحدة من أكتر دول العالم استيرادا للجلود المصنعة. لك أن تتخيل لما يبقى عندنا 7 مليون جلد سنويا بيتم إنتاجهم ودباغتهم وتسويتهم وتصنيعهم، ونصدرهم دلوقتي نص مصنع عشان نستوردهم تاني بالعملة الصعبة. ده بيخلينا نسأل من المسؤول عن خراب صناعة الجلود وتشريد العاملين بعد ما وصل القطاع لهذا الانهيار. الحكومة كالعادة لما تلاقي حاجة شغالة تقرر تقاسم صحابها، نفس اللي حصل بالمل يعني، يمكن في دمياط لقوا دمياط بتكسب، بتحتكر صناعة الأساس المنزلي في البلد وبتصدر للعالم. مبارك وصفها بأنها يابان مصر، ما كانش فيها حد عاطل، فراحوا عملوا لهم مدينة الأساس، فخربت دمياط وخربت مدينة الأساس. نفس اللي حصل تقريبا في ملف دباغة الجلود، لقوا ملف دباغة الجلود يعني مزدهر، فقال لك طب ما تيجي نعمل مدينة جديدة اسمها مدينة الروبيكي. راحوا عملوا مدينة في الصحراء، صرفوا عليها حوالي، حط لي بس الأول الخبر، تكلفة المدينة 7 مليار و200 مليون جنيه. 7 مليار و200 مليون جنيه في مدينة اسمها الروبيكي. المدينة دي على مساحة 506 فدان، بالإضافة ل 282 فدان لمحطات الصرف والمية، ده حسب كلام الحكومة. لكن مدينة الروبيكي فشلت كالعادة. ليه فشلت كالعادة؟ خليني أقول لحضرتك إن صناعة دباغة الجلود بتعتمد بشكل أساسي على المية. لازم يكون في مية باستمرار، وإلا الجلد هينشف ويكرمش ويتقطع. عملوا مدينة اسمها الروبيكي في الصحراء، ما وفروش مية مناسبة، المية بتيجي 3 ساعات في اليوم وباقي الساعات مش شغالة، الكهرباء مقطوعة، النقل مش متوفر، العمالة مش متوفرة. ده فضلا عن ان سعر الورشة في الروبيكي 7 و8 أضعاف سعرها في اي محافظة من المحافظات. ففشلت مدينة الروبيكي زي ما فشلت مدينة الاساس. اسمع كده احد الصناع في مدينة الروبيكي ماذا يطلب من الحكومة. اصحاب المدابغ بيشتكوا من ازمة الجلود وازمة الكهرباء وازمة المية وازمة الاساسات وازمة الخدمات في مدينة صرف عليها السيسي 7.2 مليار وقال هتبقى الأكبر في الشرق الأوسط. نتابع الفيديو. الهدر السنة دي ممكن يوصل للهدر أكتر من 50% أو 60%. السبب إن مفيش مدابغ تستوعب لا الجلود العادية، لأن جلد العيد بيبقى فيه مشاكل كتير بالنسبة للسليخة وبالنسبة للوش بتاعه. لا لكن الأيام العادية هي أفضل للتصدير. أسباب تراجع أسعار الجلود، التراجع الأسعار عالمي مش في مصر بس، في جميع العالم كله. يعني مثلا البرازيل الجلد عندها اصبح انفيالت وبقت ترميه في البحر او بتدفنه. هو تراجع من العالم كله، ما عادش جلد في الفتره اللي احنا فيها. ده اللي حصل في الروبيكي، نموذج من نماذج فشل الحكومه ونموذج من نماذج المشاريع القوميه. اكبر مدينه في الشرق الاوسط او في العالم لدباغه الجلود أدت لانهيار الصناعة. وأيضا بيحصل في اسكندرية دلوقتي، بيزيلوا المدابغ اللي موجودة في منطقة راس التين والأماكن اللي موجودة في غرب اسكندرية عشان أيضا يعملوا لهم مدينة خارج اسكندرية. صناعة الجلود بتنهار زي كتير من الصناعات، أهمهم صناعة الموبيليا في بلدنا.